يوم جديد بلوك جديد بلوك جديد اصحاب سنيان من باكستان من باكستان من باكستان برضو من اجتون كل بسم الله الرحمن الرحيم هلا العيال السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا شخوركم سوين ان شاء الله طيبين يا جماعه حاليا ان شاء الله طالع الرياض لبسنا وجهزنا وكل شيء وشو كيف نروح هناك لكن قبل ما نطلع الرياض لا يفوتكم الجديد من هواوي اول شيء بوريكم جوال هواوي نوفا 5T هذا الجوال جديد اي شخص بياخذ هذا الجهاز يشوف كيف الديزاين من ورا بالوان الخطيره ويتميز الجهاز بعد باربع كاميرات والخلف 48 ميجا كيف اثنين يعني مزوده بذكاء اصطناعي بتسال كيف يعني مثلا تقدر تصور وايد وتقدر تصور من قريب تقدر تصور في الليل تقدر تقرب على اشياء مره ويطلع لك ادق التفاصيل حتى اذا صورت سيلفي يعزل اللي وراك والجوال بعد يمتاز بسرعة الاستجابة مثلا حاليا طالعين الرياض نفتح جوجل ماب هذا هو جوجل ماب وبنكتب الرياض وعلى طول يطلع لنا تبعد من بيتنا 4 ساعات 6 دقائق بالضبط نختار الاتجاه نحتاج اللوكيشن ممكن بعض يسأل ثنيان كم سعر الجهاز سعر الجهاز 1499 ريال يعني سعره جدا مناسب وغير كذا الاشخاص اللي يطلبونه بيكون لهم هدية تقدر تطلبه بالطلب المسبق عن طريق الرابط الموجود تحت وراح يكون موجود في الاسواق في تاريخ 31 اكتوبر يعني ما بقى شيء مو بس الجهاز حتى الساعة هذه ساعة هواوي واتش جي تي 2 الساعة جدا جميلة بس مجرد ما تقترنها بالجوال خلاص كل المعلومات هنا ان شاء الله زي ما تشوف تصميمها جميل وجدا فخم وغير كذا تقدر تلف الشاشه وتشوف كل التفاصيل مثلا نبضات القلب حاليا 74 يعني معدل طبيعي وتقدر تقيس الضغط وتشوف الطقس وتشغل شيء او تكلم شخص وتتبع صحتك بعد وغير كذا البطاريه تدوم لمده اسبوعين وتقدر تكلم منها عن طريق البلوتوث واذا طلبتها تيجي معها هديه بقيمه 899 ريال ونفس الشيء بالنسبه للساعه الرابط موجود تحت سعرها 799 لاول 250 شخص يطلبون بيكون لهم هديه وراح تكون متوفره في تاريخ 31 اكتوبر روابط الطلب موجوده تحت في الوصف اي شخص بيطلب انصح ياخذهم اثنين طيب يا جماعة زي ما تشوفون أنا جاهز وكل شيء حاليا بنطلع برا بنشوف سيارة وعلى طول الرياض نبدأ اليوم نقول بسم الله الرحمن الرحيم طلعنا الرياض تعرفون كيف يا جماعة ليت عزيز هنا كان رحنا معاه بس يلا نبدأ اليوم نقول بسم الله هلا والله هلا عزيز بعد قلبي عبد الله مقابل مقابلك عزيز هلا بالزين السيارة هذه هذه كانت تمشي على طريقنا نايمو البحر جينا يلا يلا توكل على الله رياض المحبة رياض العشق امس ما تغيرت عزيز طبعا عزيز كان موجود هنا امس تكينا تمشينا في الخبر وكل شيء حاليا مسكين خط ان شاء الله ولا الرياض جاي كذا امس واجيبه معي نروح الرياض نشوف الوضع يلا توكلنا على الله بسم الله عزيز هلا تعبي 95 ولا 91؟ 95 كم تعبي فل؟ عبي الفل 119 للاسف والله مو قصدي والله مو قصدي كل مره كلام 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 بس مشكله لا شو يقول؟ اخو معلم دبا اخو دبا مالي بندر هذا قول مالهم 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 كله مالهم انت بابا مالهم مالهم بابا ايش كذا يا رامي حطه ذا توكلنا على الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم طب تدري هيك لا فطرنا ولا تغدينا والله مره طيب يقولون والله بالخط ما ادري فيه ولا ما فيه مع انه والله مصور انا كذا محطات حلو بس ما ادري بالرجعه فيه ولا لا نشوف الحين بسم الله الرحمن الرحيم وبدات رحلتنا الى الرياض كل على الله بس عزيز اقرب محطه ها نتغدى تبغى بيتر سحاب اللي بعد انا اشوف اللي بعد تصدق هذه المحطه اللي جينا عندها لا اللي قبل سنه اللي نزلت اول صح ايوه نفس المحطه رابط الفلوق اكتب فلوق 17000 قبل ما نبدا وكل شيء بريك غدا وصلنا لمطعم مندي ورز وحركات وبعدها نمسك الخط ان شاء الله شاكر ومقدر حبيب قلبي طبعا لاي شخص ما جاء السعوديه من قبل كذا تطلب من مطعم تيجي تجلس هنا هذا المحبه هذا الاساس هذا غدا الذكرى غدا الذكرى غدا الوداع لا ما كيف ها غدا الذكرى ولا حبه هلا اليوم مثلا مرحبا مليون شوف شوف اجمعوهم مع بعض كله هذا كله هنا اوكي هنا تشوف السلطه الخضراء جزادي الخيار سلطه حاره ها شوف تتوقع تتوقع رز بني بسم الله واه حبيت صراحه التشكيل يعلى بالعافيه الله يعافيك كل الناس كلها تدعين تحبيب يا ابو مخبط الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا طيب شيل 140 باقي ان شاء الله ساعة وخمس دقيقة ونوصل. عزيز بسألك كم سؤال. اسأل. ايش الفرق استراليا عن كندا؟ الفرق قوي لا ما في. في عنصرية في استراليا؟ لا ما شفت. كيف الأسعار في استراليا؟ أغلى من كندا؟ أغلى. طيب كيف بالنسبة للدراسة في استراليا؟ أصعب شوي. بالنسبة لي أنا. بالنسبة لي. أصعب من كندا؟ هذا وجهة
نظري انا بس. حط. السلام عليكم. جماعة كذا كنا وصلنا الرياض الحمد لله. بعزيز الذيب. نريح الحين نبدل. بدلنا نبدل. اوكي. خلاص. بندر اللي تبغاه الفضاء خلاص. يلا. يلا سلام. الحين بضبط لك فلوق. طيب مو هو اذا خلص ينزل بالحالة؟ بس معلق. هلا هلا وين رايحين؟ نرفع الفلوق عشان يلا من التعبان عندنا شوي هنا بنروح مكان نرفع الفلوق. راح بيجيب غرض وبيجي. هذه سيارتنا. هذا الذيب. لعب تصوير سابق. ايه. سيون وين جينا احنا؟ عشان نرفع الفلوق. راحة مجهود عشان الفلوق. يستاهلون صاحبي. يستاهلون. لا ان شاء الله انه اوكي. الحمد لله. فاصل ينزل الفلوق ترى اليوم. يد اليد المباركة. يد المصافة يوم. فلوق على اليوتيوب. خلاص. خلصنا الحمد لله رفعنا الفلوق. حاليا ان شاء الله طالعين على البوليفارد. كلنا بنشوف الاجواء هناك. نصور الفلوق. شوف كيف. السيارة تصل بالداعي. تبي تطلع في الفلوق؟ خلاص ان شاء الله. العيال بينامون عزيز تحت بنطلع نقابله. طبعا تاخر الوقت الحين اكيد تحس انه هدوء ما في احد. ننزل مصعد ولا درج مصعد ولا درج ما عاد احد 90 يوم. بسم الله ندور على خوينا. هلا العيال ترجع الخبر. يلا مسكنا خط الهفمون. يلا كورنيش مسجل سياره ساكنه فيها سياره. يلا شقلب تقول لي النور الازرق تذكره؟ اخ مشكل مره ثانيه بيصير اليوم. دعيه مره نفس ثانية. المكان نفس المكان. ايش فيها ما قلت هنا؟ ايش فيهم كلهم يبون يقلطون؟ هلا بي الله يعافيك. يا سلام على الطلعه. شايب السياره؟ السياره دي تبي ادف برجلي ولا؟ لا خلاص اوكي فهمت. ولت ايام اللي انت تصور الحين انا كاميرا مان. بس ما شاء الله عليه زحمه زين. الله واحد يخش يتكي هنا خش هيك تعال اقعد هنا. والله في هواء بارد. هواء بارد رابي. شو المكان هذا؟ هذا اسلم اسلم. واضح. والله انا افضل احنا نمشي هذه مره ما تحمينا. التحيط اللي يصير لا بيخلع علينا يا ولد. مشينا 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 مشينا. طبعا وداعية خلاص عزيز بيسافر. دنيا حبيت. نودع مرة يعني مرة ثانية نفس المكان. والله يعني هذه مرة يعني صدفة يعني. شو ما أنا أنت إيه يعني. لكن شوفك على خير يا بعدي. الوعد ان شاء الله في امريكا تجينا لازم. يا عمي انا كل سنه اقول اجي امريكا ولا اجي. طلع فيزا انت ليش؟ طلع فيزا بس اروح لحالي وانت جاي هنا الرياض. خلاص بروح امريكا. شوفوا له حل يا جماعه والله ما يصير. رايح امريكا ان شاء الله انا بعد شهر. يعني الحين يقول تعال لي بعد شهر ما اقدر اجازه.
جاز بعد 3 شهور تجلس بامريكا بعد 3 شهور يقول لا 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 تم في موسم الرياضه الشرقيه هذا المكان الحين جالسين فيه الله هنا. حزين انا يقول روح الشارع هناك مرتب اكثر نفس الشيء يلا يا شايب وليد يلا يا ابو شو اسمك انت ابو ايش خالد ابو خالد سلم على خالد ابو قاحم يوصل ان شاء الله سلم عليه يوصل عندنا بطوله من اول بيجي متاخر طبعا يا جماعه بس بقول العزيز صار يصور فلوكات رابط قناه تحت دعموه بالاشتراكات واللايكات بلي فلوكات استراليا فاستاكل الخير بالعزيز يلا عزيز طيب يا جماعه كذا يكون وصلنا لنهايه اليوم يعطيكم العافيه على المشاهده بكره ان شاء الله راح يكون عندنا تغطيه اول يوم كان زحمه شفنا الاوضاع عرفنا ايش نسوي المره الجايه كثير كانوا يسألون اليوم ثنيان متى راجع امريكا؟ ان شاء الله برجع قريب بس ممكن مو على نفس الولايه اللي كنت فيها بس لازم نرجع عشان نخلص امور الشقه. طيب يا جماعه يعطيكم العافيه على المشاهده مره ثانيه سؤال يوم يقول ودنا نسافر دوله يومين نصور فيها فلوق اي دوله تنصحون؟ اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف الاجوبه كان معكم ثنيان خالد نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي سلام. بس بقول معلومه يمكن الايام ما تعرفينها هذا المكان اللي بنروحه كنت اول اروح انا عشان تجيني افكار للتصاميم اللي كنت اسويها. هلا بزين دبا هذيك مره لا ما في كلام دبا لا لا ما في كلام انا ما كلام دبا تعال وانجلت اوكي ما معلوم خلاص